ولكن هي جزء من شخص. مخطط. انا حصل وقعه يوم الاربع اللي فات، كان يوم الاثنين اتصل بيا جماعه وقالوا لي في واحد من الزقازيق تشيع وتعالانه. انا رحت هناك وكلمته عادي الدليل بالدليل، خرجت من بيته وهو بيلعنه وبيلعن الصحاب. يعني لم يقتنع بالكلام، مش مشكله، لكن انا عايز اقول ايه، ان دي مش حالات فرديه، لا، في ممكن يكون اكتر، زي ما قلنا ان في واحد تجرأ وسب، وفي واحد ما بيسبش خوفا من ان هو يتفضح. ولكن هنا اعمال القانون، لازم القانون يجري هنا، ان انت بتعتقد شيء في قلبك لكن ما تطلعهوليش بره. والا زي ما احنا قلنا، النصارى بيعتقدوا ان الله عز وجل، ان عيسى ابن الله عز وجل، وممكن منهم يكون بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن داخله هو، لكن لو خرج السب بره خلاص هي دي المشكله. وهو ده اللي احنا بنتعامل معاه، مش يعني اي، لو حتى انسان بهائي اتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم او اتكلم في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده وقود النار اللي احنا خايفين منها، بغض النظر عن شيعي او غير شيعي. لو حد سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من المسلمين، ما هيكون فتنه، ممكن واحد يقوم عليه يقتله. يبقى هنا درءا للفتنة دي كلها، يبقى سن قوانين تجرم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش قوانين هينة، قوانين تصل لخمس سنوات وأكثر. عمرو عبد الله إبراهيم لما أخذ خمس سنوات، اللي هو أخذها السنة اللي فاتت، أخذ خمس سنوات لأنه سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاه زمرة مجموعة كده، لما لقوا ان هو اخذ خمس سنوات اتكلموا، ما اتكلموش خالص، اللي قفص الصفحه بتاعته واللي خرج بره مصر والى اخره. فهنا لازم يكون في قانون رادع حتى لا تكون ايه، شريعه الغاب، زي ما حصل في حسن شحاته. يعني كل واحد زي الدكتور مثلا يجي تقول لك انا تبرأ من حسن شحاته، ولكن لما تروح انت صفحته في الفيسبوك تلاقيه كاتب الشهيد حسن شحاته. طب فين انت بتتبرأ؟ انا بدي مثال. لا، تتبرأ له الدكتور، ما صحش تقول عليا كلام مش عندي. طب انا عندي، انا قدام الدكتور، الشهاده اللي بيحكمها ربنا، الدكتور مش الدكتور البشر. الدكتور طيب، مش عايز اشخصنا، خلاص لسنا مع قتلي، ولكن انا قصدي ايه، ان انا ما اجيش هنا اقول كلام وارجع اقول في حته تانية كلام تاني، يبقى كده، يبقى انت مش صريح، يبقى انت كده بتخدعني. ولما يعني مثلا لو جه عند الدكتور مثلا حد في العياده في المستشفى وساله عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولا يقول له ايه؟ لازم يدعو لمذهبه او للدين اللي هو بيعتقد فيه. فهنا لما بيدعو للدين اللي بيعتقد بيه، لو سمحت، الديانه اللي بيعتقد بيها اللي هي ديانه التشيع، وانا بسميها ديانه لان هي مختلفه عن الاسلام خالص، تمام؟ بس انت كده بتخرجه من ملة الازهر. مين الازهر؟ انا بتكلم كلام الازهر اهو الدين الاماميه. ولكن هنا الفكره في كلها في ايه؟ هنا يا جماعه لازم نحط ايدينا على الجرح، لازم نضمده، ما نسيبوش مفتوح، لان مفتوح هيحصل يمن، هيحصل افغانستان، هيحصل العراق، هيحصل سوريا، هيحصل اللي داخل ايران نفسها من الاحواز والسنه. لحد دلوقتي ما فيش مسجد واحد في طهران لاهل السنه والجماعه. طب ليه ما تعملوا مساجد هناك؟ طب طالبوا هنا بحسينيه، طب انا احط حسينيه وليست للسنه ولا للشيعة. لا 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 لا. مسجد لله. طب انت بتطالب هنا بحسينيات ليه لما انت مش قادر تعمل لي مسجد؟ في مسجد، انا بقول مسجد، انت بتقول هنا عايزين حسينيات، تمام؟ فهنا الفكره كلها ان انت دي هتولد حرب طائفيه هيتقتل فيها. لو انت حضرتك بتعتقد ان هم مسلمين، يبقى هتقتل فيهم مسلمين، سنه وشيعة زي ما بتعتقد. فاحنا ليه نخليها سنه وشيعة وطائفيه؟ استاذ وائل، هنا عاوزين نقول حاجه مهمه جدا. في بعد امن قومي لابد ان نحافظ عليه، اما بالقانون وتغليظ العقوبة على الإعلان والإجهار والجهر بالمعتقدات الشيعية والتلويح بها للأهل السنة والجماعة، دي بعد. الأمر الثاني أن الأزهر الشريف ومطبوعات موجودة وقنوات الأزهر الشريف وكل الأئمة والدعاء الوسطيين الذين يعتنون المنابر يقدمون النصح وفضح عقيدة الشيعة لجماعة المسلمين على أرض مصر، لكن الأساس في هذه القضية حرب ضد استقرار مصر. أنت حتى شايف أنه إعلان التشيع ده في حد ذاته طبعا تخضعه للمسالة القانونية؟ لا بلا شك، أليست حرية اعتقاد؟ لا، الطريقة السيئة اللي هو عرضها هنا. قف يا أستاذ ولا تصدى لسب الصحابة، يا أستاذ ولا قلت لي سألتك على حاجة، تصدى لزعزعة الفتن، بعد إذنك معلش، أنت قلت لك في الحوار بعد إذنك، قلت لك المسيحي المواطن المسيحي عندي اللي موجود حاليا يقدر او يرضى ان هو يقف في الشارع يسب ديني؟
انا كمسلم وسطي ارضى اسيب بدينه؟ لا، ما انا بقول لك اذا سب لكن اضطر، لكن اذا اعلن اعتناقه للمذهب الشيعي اعتناقه، لكن هو بيجهر بيه وبيقدمه للناس وبيستغل الفقر والحاجه الماديه والاجتماعيه ويدرس العداء. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، انه بيدرس نفس التشدد الموجود في التيارات المتشدده بيدرسه عنده في الحسينات، ان 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 الهيئه السياسيه والرئاسه والوزراء والازهر عقيدتهم فاسده. هو نفس المنهج يعني بيؤثر على استقرار مصر في كل مكان وفي كل موضع. النهارده بطلب تغليظ العقوبه ومتابعتهم ورصد الشيعيين او المتشيعين في مصر قاطبة، ولابد الحد، وان الازهر دلوقتي بيقدم وادي المطويات مع الاستاذ، وان الائمه والدعاء، وعندنا توجه من السيد الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف في خطب الموحده واظهار بس الامن كان بيلقي القبض عليهم قديما في قضايا يعني تنتهي، ولابد يقبض عليهم حاليا. لابد الراجل جاي حلقه هتطلعه في السجن من الحلقه. لا ده في قضيه تترفع عليه بعد الحلقه او بكره بالكثير خالص على سبه، ويعاقب بالقانون 89 من قانون العقوبات. انا ديني بيامرني باني لا انتقد ولا اعيب على الديانات الاخرى، باخر وثيقه خرجت من حبيب الله محمد الى اهل نجران، نصارى نجران، قال لنا للمسلمين الموحدين الذين يؤمنوا بوسطية الإسلام ألا تهدم لهم دار عبادة وألا تعطل لهم شعيرة. شوف لحد فين الإسلام حافظ على فين. لكن النهاردة واحد زي الرافضة ده بيشتم سيدنا معاوية، بيشتم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أنا النهاردة أنت بتبدي في معتقدي الذي آمنت به وسأحشر يوم القيامة وأسأل عن هذا، وأنت كذلك عن قدر حبك لآل بيت رسول الله وللصحابة الأجلاء. وآل البيت ومنهم الإمام مولانا الإمام الحسين بن علي وكل آل البيت الخمس أهل العباءة يبرؤون من هؤلاء. طيب يا أستاذ وائل خليني سب يعني احنا ممكن يعني هو لما يجي يسب مثلا معاوية رضي الله عنه وارضاه احنا لا نتلفظ يعني. انا مثلا ممكن اقول ايه لعنة الله على مهدي الشيعة، هيزعل ولا مش هيزعل؟ اكيد هيزعل. لو انا واحد سني رحت ايران دلوقتي وقلت لعنه الله على مهدي الشيعة، هيزعل ولا مش هيزعل؟ هيقام عليا حد هناك ولا ما يقام عليا حد؟ يا استاذ وائل اسمع، يا سواليد، عقيده اهل السنه والجماعه الا نسب اي شخص حسب ايا كان وما كان معتقده الا ما جهر وما جاء به القران وحدد لفظه. فرعون، هامان، قوم لوط، لكن لا تسب انسان لم ياتي القران بسب. شوف الادب يا اخي، شوف الادب. طيب. سؤال بالصحابه بيقولوا ايه والعلماء أصبر. اللي بيسبوهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يسب انسان، اي انسان حسب معتقده او دينه، اي معتقد، الا من جاء القران بسبه جهر نصا، ولكن تسب عامه. لعنه الله على الكافرين، لعنة الله على قوم لوط، لكن ما اقدرش اقول اوباما، ما اقدرش اقول اي انسان معتقده، لكن هؤلاء يسبون الصحابه والمسلمين فردا فردا. ممكن سؤال؟ اتفضل. انا ما اقدرش اسب الخميني، انا ما اقدرش، انا نفسي ما اقدرش الشيخ ولا علي خميني. ادب الاسلام اللي تربيت عليه وامنت به قال لي لا تسب. طيب إنسان خلينا نسمع دكتور القرآن. يعني ستظل هذه القضية اللي هي المتعلقة بسبب الصحابة، طبعا في مشاكل كثيرة متعددة، عصمة الأئمة ومشاكل مختلفة، لكن قضية سب الصحابة هي العنوان الأساسي. طيب. اللي بيستخدم دائما لإشعال الفتنة بين السنة والشيعة. أيوة. وشاهدنا بعض تعريف كلمة المشاكل. صحابي، لأن الصحابة دخل فيها الحلو والوحش، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبدا بقمه الصحابه. ده مكار يا دكتور وائل، ده مكار، ده مكار يتكلم في الصحابه. لا خلينا خلينا عمر وعثمان اتكلم، هل خلينا في ابو بكر وعمر وعثمان، هل دول من الصحابه؟ يا اخي بعد اذنك لو سمحت، انت لا تستطيع ان تتكلم ولا تعيب، انت لا تساوي شيء حتى تقيم صحابة الرسول. ده حاطب طيب ابن أبي يا أخي، أنت لسه بتقول لا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. طيب. الذي حمل كتابا للمشركي مكة خيانة عظمى، الجاسوسية، لما أراد سيدنا عمر أن يتكلم معه قال اسكت يا عمر، فلقد طيب. شهد بدرا
لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم. دي بتقول حلو وحش. خلي بالك الدكتور أحمد طبيب يعني متعلم مثقف يعني متعلم هنا لا يملى والله كان عقله أهداه إلى غير ذلك. في فرق ما بين الثقافة الدنيوية والدينية يا أستاذ وائل. هكذا هكذا لو مات على هذه العقيدة سيقول يوم القيامة كنا لا نسمع ولا نعقل. يا أستاذي العزيز تفضل. لما عرض عبد الله ابن أبي بن سلول أن يقتل أباه حتى لا يقتله مسلم آخر فتسور في نفسه شيء، ماذا رد رسول الله؟ رد رسول الله صلوات الله عليه وآله قال إني لا أحب أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان من الصحابة. مين قال كده؟ كان من المنافقين. استنى بس يا واحد اتفضل. استنى جدال بالباطل. لا 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 لحظه بالله عليك يا دكتورنا رد بس ارد عليه. احب ان يقال اسكت لما خلص انك انت اسكت لما هو جاهل. انت اللي طيب جاهل. يا جماعه يا جماعه هل نتبادل المصحف؟ انت ما سمعتش. هل نتبادل انت ما بتفهمش؟ هل نتبادل الشتائم يا استاذ وائل؟ طيب معايا استاذه مين؟ لازم نفهم القضيه. لا لا واحده حتى لا يقال ان محمد يقتل اصحابه. ليه بقى؟ لان الناس شايفين لا يخرج لحظه حتى لا يقال ان محمد يعني الناس اللي خارج مجتمع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثواني بس كلنا بنتكلم كده كلنا بنتكلم عشان تقتنع. لا قياس الروايه ازاي؟ لما قال عبد الله بن ابي بن زعيم المنافقين الذي نزل فيه القران صراحه بكفره ونفاقه يخرج الأعز الأزل وأراد بالأزل رسول الله، فبات في عقيدة ولده الصالح أن رسول الله سيأمر بقتله. سيأمر بإيه؟ بقتله، مش رسول هيقتله. فقال له يا رسول الله تعلم بري بأبي، فإن كنت آمرا أحد أن يقتله فمرني أنا. عشان تعرف رسول قال كلمة إزاي؟ عشان تعرف الرافضي بيجي منين؟ رد قال إيه؟ قال إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فمرني أنا. قال لما؟ قال تعلم بري بأبي، فيقتله صحابي مسلم ويسير أمامي فأغار فأقتله فأقتل مسلم بكافر. بقول إيه؟ بقول على أبوه عشان تعرف الرافضي. فقال صلى الله عليه وسلم لأنه يريد الهدوء والطمأنينة قال لا تقتله يا عبد الله ولكن بر أباك. شوف الايه، شوف عشان تعرف اللي حصل. لا وقال لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل يعني سيدنا عبد الله يعني صاحب اهو يسالون هيقتل مسلم بكافر يبقى هيحصل خلاف. فاراد وقت الفتنه مش امره ان يقتل كافر. استاذة بشرى من السويس. استاذة بشرى اتفضلي. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ وائل مساء الخير. يا مساء الخير اتفضلي يا فندم. انا عايزه بس اسال الاستاذ اللي عند حضرتك، هو يعني بيسب سيدنا ابو بكر، هل سيدنا علي بن ابي طالب مش بايع سيدنا ابو بكر على الخلافه؟ نعم. مين في الدنيا نزل فيه ايه قرانيه براءته من الله غير السيده عائشه ام المؤمنين؟ نعم. ربنا براها في حادثه الافك من فوق 7 سماوات. نعم. يا استاذ وائل احنا اولادنا عندنا شباب بتسمع حرام، احنا عندنا دلوقتي الملحدين، احنا عندنا غزو وتطرف ديني داخل على البلد. كل ده شغل صهيوني وشغل تخطيط مش عارفين يدمروا البلد. والله احنا عاملين ده عشان ننزع بس فتيل الانفجار من المشاهد التي شاهدناها منذ قليل. عندنا الملحدين يا استاذ وائل الشباب بتسمع كل يوم عنهم، عندنا حتى الدين بتاعنا بنشكك فيه وبنشكك في الصحابه، احنا مين عشان نحكم بين الصحابه؟ امرهم عند ربهم، ما نقدرش احنا نفرق مين الصح ومين الغلط، احنا مين؟ احنا اضعف من ان نحكم، الاستاذ طيب. اللي عند حضرتك اضعف واقل من انه يتكلم ويسب، انا واحده من الناس هقدم فيه بلاغ بكره ان هو سب صحابي جليل. هو مين؟ ويسيبوا ليه؟ ما يعتنق اللي انت عايز. سيبوا مصر وروحوا ورانا يعيشوا فيها، سيبوها، احنا دولة وسطية مسلمة مؤمنة موحدة بالله وبالرسول وبكل صعب. هل سيدنا اللي بيتكلم على آل البيت هي السيدة عائشة مش من آل البيت؟ سؤال، مش من آل البيت؟ ده كانت أحب زوجات الرسول إلى طيب. قلبه. هو مين؟ اشمعنى دي مش من طيب البيت؟ أنا أستاذن استاذ علاء الف شكر لانك عايز تعتذر من التعب. تفضل. الف شكر تفضل. طيب استاذ ابو اليزيد من كفر الشيخ. استاذ ابو اليزيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا وائل باشا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. تفضل.
الاول اللي تسمح لي بس ما حضرتك ما تقاطعنيش معلش انا مش هطول في الكلام يعني. لا 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 خالص اتفضل. يا سعاده الباشا الراجل اللي قاعد عند حضرتك ده اول حاجه خساره ان هو يكون دكتور. طيب خلينا بس خلينا نحفظ للناس حقها في الا تهان. يا سعاده الباشا اتفضل. سعادتك انا عايزك تمسك ايديه دلوقتي اقسم بالله ان هو بيرتعش قاعد بيرتعش قدام انا راجل فلاح الاول قاعد بيرتعش اقسم بالله عينيه كلها الصفرة اللي قدام مني حاليا دهيت اقسم لسيادتك بالله دي عينين جاسوس وقسما بالله الراجل ده اللي مدور له على موقع ومهزق كرامته ومهزق كل من يتبعه. استاذ ابو اليزيد بس دعنا ده احنا بنقاوم السباب والشتائم واللعن وال يا وائل بس انا راجل فكهاني الاول انا راجل فكهاني مش لا انا مثقف ولا اي حاجه خالص بس اقسم لك بالله انا 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 قاعد في الدكان بتاعي يعني يعني نفسي امسك الراجل ده في ايديا اللي بيسد اسياده وبعدين معلش القذاره اللي قدام حضرتك ديت المفروض ما تجيش على التلفزيون علشان ايه ده لا يجب ان نلجا الا للقانون والمناقشه الموضوعيه. بتوجه ليك بالشكر استاذ ابو اليزيد. نشوف وانا بني بس المشاهد اللي دفعتنا لهذه الحلقه هناخد منها من كل 10 ثواني نشوف طفل فسيده ففتاه فالحقيقه لعن الصحابه على الهواء بهذا الشكل ومن عائلات مصريه تنتمي للريف المصري الهدف منه هو اشعال الفتنه الطائفيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليه صلوات الله عليه. أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. الأخت إيمان سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا متشيع من حوالي سنة. ما شاء الله ثبتك الله. وانا صراحة كان تشيعي ما كانش بسبب الشيعة بل هو بسبب السنة يعني انا تشيعت من علماء السنة. على بركة الله. نعم الله على بركة عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وام الحكم. ما شاء الله ما شاء الله. عائلة فرعية. رافضي اصلي. عائلة فرعية من البداية. بارك الله بك بارك الله بك. أنت فخر إن شاء الله وإن شاء الله تكون في المستقبل من علماء مصر إن شاء الله الداعين لأهل بيت النبوة صلوات الله عليه. طيب في تعليقات أخيرة أستاذ الوليد هنا يعني في جزء من هذه المشاهد ده السؤال اللي سألته لك يعني يتعلق بعائلات مصرية ولكن في حالة استخدام سياسي بالتأكيد يبقى في استخدام سياسي لبعض العائلات ومحاولة خداع بعض العائلات لكن أنا يعني أمام عائلات ربما تقتنع بهذا الكلام
هل هنا الحل في حل يتعلق بأنه هذه القنوات الطائفية لابد أن يكون هناك تعامل قانوني رسمي من الدولة معها، لكن كمان هل يمكن التعامل قانونيا مع العائلات المصرية التي تستخدم بهذا الشكل؟ طبعا، يعني مسألة القنوات يعني احنا اتفقنا كلنا ان هي لازم تغلق القنوات دي، سواء في النايسات او سواء تقديم تقرير لفرنسا ان دي تغلق او بريطانيا ان دي تغلق او كده. اللي بالنسبة طبعا العائلات، اول واحد لازم يحاكم اللي هو اللي اسمه ربيع محمد الطنطاوي اللي هو اللي بيقول انا كنت عسكري، اللي قدم عسكري طبعا سابق. اعتقد يعني لابد من التحقيق في هذه الشخصية، لانه والله يا استاذ وائل هنجيبه، هو هدفه اشعال الفتنة الطائفية، لانه كمان جايب عيلته كلها تتشيع وتلعن الصحابة على الهواء بهذا الشكل، الحياة المسيء للإسلام والمسيء للصحابة واللي بيستفز مشاعر المسلمين. ده إن شاء الله هنجيبه بإذن الله. بالنسبة طبعا لأن الفتيات ديت كبيرة في السن، يعني أكيد تخطت 18 سنة، فتعاقب أيضا بقانون عشان بعد كده كل واحد رب أسرة يحافظ على أسرته، ما يعرضهمش. يعني الخبطة كلها أستاذ وائل إن جت من بنات كمان مش من رجال، أو الرجل راجل في الآخر، لكن لما تيجي بنات ويستغلوا بهذا الأسلوب القذر ويطلع على قنوات ويسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب اتفضل ايه بقى في مصر بعد كده؟ طب لما يحدث، يعني انا جالي بعد الحادثة دي وانتشرت ولسه يعني الزقازيق فيها ناس فعلا غضبانة من الموضوع ده، غضبانة من المشكلة دي، وبيحاولوا يدوروا على الراجل ده ويحاولوا يدوروا على الفتيات دي، لان الراجل ده اسمه يعني شهرته اسمه ابو محمد، بيقول انا عندي كمان يوم الجمعة الجاية انا عندي اكتر من 50 واحد هيتشيعوا. طب وبعدين هنقف احنا بقى نصد الكلام ده كله ازاي؟ يبقى لازم هنا كل واحد ليه دور، الازهر ليه دور العلم، الحكومه ليها دور انها تسن قوانين قاطعه لهؤلاء، والاشباه الدكتور لازم يعني ان كان هو مثلا عنده مصحه نفسيه المفروض يراجع في المسائل دي تاني، لان العلم الدنيوي غير العلم الديني. ما هو المشكله ان بيروح له ناس، انا بحذر الناس انها تروح له. احنا عاوزين هتوقف حاله كمان. ايوه والله اوقف حاله، والله ده اوقف حاله يتوقف عشان يرتدع، يرتدع ده يرتدع. اي واحد زي ده لا يباع معه ولا يشترى، والمفروض والله انا لو رئيس حكومه اقسم بالله اسحب منه شهاده الطب بتاعته. فالمسألة أخطر من كده. دي واحدة يا وليد، احنا عاوزين نقدم إعلان إن مشيخة الأزهر ودار الإفتاء وزارة الوقاف على استعداد كامل لاستقبال أي شاب أو فتاة يعرض عليها التشيع أو تشيعت وأخطأت أن تعاود مرة أخرى هذه الأفكار، ثم تقفي على الحقيقة، لأن هذا الأمر ستحاسبين أو سيحاسب عليه المتشيع يوم القيامة. إذن سقطت المسؤولية عن الأزهر وعن مصر المحروسة وعن رئيس الجمهورية وعن ولاة الأمر في أن يقدموا لكم النصيحة السديدة أن هذا الأمر مخالف للقرآن وللسنة وللإسلام. الأمر الثاني يا أستاذ وليد، بعد أن نقيم عليهم الحجة الإسلامية أن هذا المعتقد وهذه العقيدة فاسدة وتضر بأمن واستقرار مصر والإسلام، فيقدموا للمحاكمة. دي اللي عاوزين نقدمه النهاردة للمحاكمة. أيوة. طيب دكتور أحمد، يبدو أنه الاتهامات تلاحقك من التكفير للتخوين العلاقة مع إيران، هي تخوين سياسي، للمحاكمة والمسائلة والمحاسبة، على اعتبار أنه القضية ليست حرية اعتقاد كما يقولون، ولكن هو مخطط هدم. والله هدام مين يحاكم وأنا أستوب هدام؟ أنت هدام، أنا والله أطالب أن أنت تتسجن خوفا عليك. ليه كده؟ والله ممكن يفتك بك خوفا عليك، تسيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تمشي ما بين المصريين. والله أنا بقول أحد. إن الناس دي تسجن خوفا عليهم. أنا لا أسب أحد، أنا راجل بأخذ تعاليم آل بيت رسول الله ومشي عليها، وما فيش مشاكل بيني وبين السنة، بالعكس أصدقائي من السنة لا حصر لهم. لكن مشكلتك معايا أنا ملتحي، ومشكلتك مع الدكتور ولا إيه؟ مشكلتي معك انا مفيش بيني وبينك مشكلة. طب طيب من امتى انا سبيتك ولا اسأت اليك؟ لا انت بتسب ديني. لا يا راجل، اسب دين ايه؟
انت بتسب ديني انا ازاي يعني؟ انت تسبني انا موافق، هو انا موافق تسبني وتسب ابويا وامي، لا لا لكن ما تسبش الله. ما تسبش ما تسبش ام المؤمنين امي، ولا تسب ابي بكر الصديق ولا عمر الفاروق الذي حمل الاسلام على كتفه. انا لا اساوي لا انا لا اساوي ذره تراب تحت اقدامهم. الانسان ده موجود جوه كل شيعي. لا 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 والله الانسان انا احرجته لما اتكلمت على الخلافه، احرجته لما اتكلمت على اسماء بنت عميس احرجته، ولكن لا احرجتني في ايه يا دكتور؟ حقائق بنقولها. حقائق ايه؟ لما انت بتقول ان الخليفه الاول علي بن ابي طالب يبقى خلاص يبقى دينك بيعتقد ان ابو بكر ان الخليفه ابي طالب علي بن ابي طالب وهو كان ابي بكر. انت ازاي يعني؟ مين اللي قال؟ لا هو اشهد ان عليا ولي الله هو فيها انه عدم اعتداد واعتراف بخلافه. لا 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 الولايه شيء والخلافه شيء. لا الولايه شيء والخلافه شيء. لا 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 الخلافه خلافه لابي بكر الصديق والولايه لعلي بن ابي طالب. ثواني بس، الخلافه لعلي بن ابي طالب يا اخو ولا لابو بكر الصديق؟ يا اخو عندك في صحيح مسلم من كنت مولاه فعلي المشكله. طب ما هو مولانا علي بن ابي طالب مولانا وابو بكر الصديق مولانا، مفيش مانع. الولايه قاصره على الامام علي. بقول ايه عشان تعرف ايه؟ أشهد أن علي ولي الله وأن ما دون علي فهم كفار. لا 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 ولا أصدق عليهم. لا 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 الكلام ده ما عندناش عشان تبقى عارف. لا 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 ده كله افتراءات. هذا افتراء. أشهد أن الكافي أستاذ وائل إعلامي. كل الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث. أشهد أن الأستاذ وائل إعلامي. يبقى اللي بعده إيه؟ بتوجه إليكم جميعا بالشكر. هدفنا نزع كثير الانفجار والتحقيق في هذه المشاهد التي شاهدناها منذ قليل، لأنه لا يمكن أبدا أن نصل إلى هذه الحالة التي يسعى البعض إلى أن تصل مصر إليها، أن تشتعل الفتن الطائفية في مصر. لا يسأل المصري أنت سني ولا شيعي، لا يوجد هذا السؤال، لكن يبدو أن البعض يخطط لإدخال مصر في هذه الفتن الطائفية بدليل المشاهد التي شاهدناها. عائلات ريفية من الأقاليم ببناتها بأطفالها بالأباء بالأمهات يعلنون التشيع على الهواء ويعلنون سب الصحابة كأحد طقوس هذا التشيع أو أهم طقوس هذا التشيع، وبالتالي هنا في جانب قانوني يتعلق في هذه القضية، لكن كمان المواجهة الفكرية والدينية يجب أن تستمر. يجب أن ننزع فتيل الانفجار ولن نصل إلى هذا المخطط. وغدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.